لتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. مرحبا بكم على قناة أزهري، برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. في البداية أستاذ أيمن، ما رأيك في صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وتجاوزه مستوى 18500 نقطة اليوم ليسجل رقما قياسيا جديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بداية من جلسة بداية الأسبوع بالأمس شهدنا اختراق المؤشر الرئيسي لقمة تاريخية كان جابها في إبريل 2018 عقب تحرير سعر الصرف الأول في 2016. النهاردة المؤشر استطاع أنه هو خلال الجلسة يصعد لمستوى 18757 نقطة، اللي لا عندها بعض من جني الأرباح، وده شيء طبيعي طبعا خاصة عن الأسهم اللي حققت نسبة صعود كبيرة ليغلق عند مستوى 18584 نقطة. ده طبعا بدعم من مشتريات مؤسسية النهاردة شفناها من المؤسسات المحلية وصناديق الاستثمار وكذلك المؤسسات الأجنبية مقابل مبيعات من الأفراد. الافراد لسه لا زالت بتمثل حوالي 80% من السوق المصري، الا اننا شايفين ان استمرار بناء مراكز شرائيه للمؤسسات وصناديق الاستثمار ممكن ينمي الثقه عند المستثمر الفرد ويبدا ان هو كمان يضخ سيوله كبيره في الاسهم، وخاصه في اسهم المؤشر ال 70 اللي هي الاسهم الصغيره والمتوسطه، واللي بتوقع معاه استمرار الاداء الايجابي للمؤشرات خلال الفترة القادمة. النهاردة البنك التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر اللي هو بيتجاوز الـ 40% برضو كان داعم كبير جدا للمؤشر الرئيسي امبارح والنهاردة، حقق قمة برضو كبيرة، حقق قمة سعرية جديدة لم يصلها منذ إبريل الماضي. تجاوز مستوى الـ 55 جنيه للسهم وأغلق بالقرب منها. طبعا احنا شايفين هذه الايام بيدعم نشاط السوق المصري العديد من المحفزات الماليه اللي نقدر نقول عليها يعني محفزات بتصب في اتجاه التحليل المالي او الفاندمنتال اناليسيس بالنسبه للاسهم او المؤشرات، اللي هي عروض الاستحواذ اللي بتعيد تسعير الاسهم بدرجه كبيره جدا وبتوضح جليا ان الاسهم حاليا عند مستويات سعريه بعيده كل البعد عن قيمها الحقيقيه، وده برضو اللي هنشوف استمرار ليه خلال الفتره القادمه، وبيستهدف معاه المؤشر ان شاء الله في حاله استمرار بناء مراكز المؤسسات وصناديق الاستثمار على القياديات ممكن ان احنا نستهدف مستوى 18800 18900 نقطه خلال الاسبوع الحالي والاسبوع القادم باذن الله. أستاذ أيمن، شاهدنا تصريحات رئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن الفوائد من طروحات البورصة المصرية، ما تعليق حضرتك؟ طبعا البورصة المصرية بتنتظر تنفيذ برنامج الطروحات بفارغ الصبر، يعني احنا بقالنا 3-4 سنين، وطبعا طالما سيادة الرئيس ابتدى يتكلم عن برنامج الطروحات فممكن هنلاقي طروحات جديدة خلال الفترة القادمة بإذن الله. الطروحات طبعا بتعمل عملية جذب الاستثمارات غير مباشرة للدولة من خلال البورصة، اللي بتعمل كبوابة مهمة جدا للاستثمار المباشر في كافة القطاعات، واحنا شفنا من بداية الأزمة الدولارية بالنسبة للاقتصاد المصري كان خروج حوالي 20 مليار دولار من أسواق الاستثمار الغير مباشر من البورصة، وده أثر بدرجة كبيرة على الاقتصاد، ويمكن هو السبب الرئيسي اللي موجود دلوقتي في وجود الفجوه الدولاريه. كمان الطروحات بتوسع قاعده الملكيه للافراد والمؤسسات الماليه وبتعزز منتجات السوق، وده اللي احنا بننادي بيه عشان يكون في منتجات جديده للسوق جاذبه لشرائح جديده من المستثمرين، ولتنوع الاسهم المعروضه واسراء القطاعات باسهم كبيره، منها انها تقضي على التشوه الموجود في المؤشر الرئيسي بوجود سهم اوحد بيمثل اكثر من ثلث المؤشر، وفي نفس الوقت بيرفع راس مال السوق او راس مال الشركات المقيده في السوق بما ينعكس على السيوله اللي موجوده وقيم التداولات اليوميه. فطبعا شيء كويس جدا ان احنا نبدا في برنامج الطروحات، بس يا ريت يكون بسرعه ونشوف طروحات جاذبه
ونشوف علاوه في الطروحات تجذب المستثمر لسعر الطرح، زي ما شفنا مثلا في بعض الطروحات او زيادات راس المال اللي كان اخرها سهم بيلتون القبض. ما رأي حضرتك في تأكيد شركة بيلتون اليوم عن نيتها الاستحواذ على حصة في شركة للمدفوعات الإلكترونية؟ طبعا لسه احنا بنقول بيلتون، هي بيلتون طبعا كانت حديث السوق خلال الشهر اللي قرب ينتهي شهر اغسطس. بيلتون كانت عامله زياده راس مال ب 10 مليار جنيه، ونجح جدا وتغطى عده مرات، وبالتالي هي عندها كاش موجود لزياده استثماراتها وتنوع استثماراتها، فده من ضمن او بدايه لتنوع استثماراتها وتنوع الانشطه بتاعتها ودخول عالم المدفوعات الالكترونيه. الخبر ده النهارده انعكس بصوره واضحه على اداء سهم بيلتون اللي حقق اكبر قيم تداول حوالي 533 مليون جنيه بنسبه 20% من اجمالي السوق، واغلق على ارتفاع ب 4%، وده طبعا نتمنى ان الشركات تحذو حذو شركه بيلتون ويكون في ثقه. يعني شركه بيلتون الى الان بتحقق خسائر، ولكن مع اداره حكيمه اداره رشيده قدرت ان هي تقنع المستثمر ان هو يخش الاكتتاب بتاع زياده راس المال. وطبعا شفنا برضو كل اللي دخل زياده راس المال حصل على مكاسب كبيره، وبالتالي احنا لسه هنشوف مشروعات كتير وشركات كتير هتستحوذ عليها شركه بيلتون خلال الفتره القادمه، وده بيرفع افاق كبيره للاستحواذ على نسب كبيره من صناديق الاستثمار من سهم بيلتون والعديد من الشركات، بالاضافه لذهاب نيه الشركه كمان لانشاء بنك رقمي وهو ما عول عليه المستثمر في السهم بالمزيد من الايجابيه خلال الفتره القادمه. أستاذ أيمن، هل إعلان شركات عالمية كبريتش بتروليوم والتي أعلنت عن استثمار 3 مليارات و500 مليون دولار بمصر له انعكاس إيجابي على القطاع ولا سيما أنشطة الشركات المدرجة بالبورصة؟ طبعا الشركة، أولا احنا عايزين برضو نقول أن الشركة هنا بتستهدف بهذه الاستثمارات أنشطة معينة أهمها البحث والاستكشاف خلال الثلاث سنوات المقبلة، ولكن من البحث والاستكشاف هنقدر ان احنا نعول على زياده الطاقه الانتاجيه للدوله من النفط والغاز من اجل الطلب المحلي، وطبعا من اجل التصدير وخاصه بالنسبه للغاز اللي شفنا خلال السنه الماضيه وهذا العام برضو تعزيز للمدخلات الدولاريه عن طريق التصديرات الغاز اللي كنا بنستوردها قبل كده، ولكن دلوقتي قدرنا ان احنا نصدر الغاز ونحصل على مدخلات دولاريه منه، وده هينمي هذه المدخلات، وطبعا هينعكس بصوره كبيره ايجابا على بصوره غير مباشره على المدى المتوسط والطويل على نشاط الشركات العامله في قطاع البترول والبتروكيماويات اللي موجوده في مصر المدرجه والغير مدرجه. فطبعا ده شيء كويس جدا، جذب استثمارات وزياده للطاقه الانتاجيه، وبالتالي ده هينعكس على القطاع كله خلال الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ ايمن، اعلنت اليوم شركه مصر الجديده للاسكان عن توقيع بروتوكول مع التامين الاجتماعي بشان ارض هيليو بارك، ما فائده ذلك باعتقادك للشركه وانعكاسه على اسهمها؟ طبعا مثل هذه الارباح الغير تشغيليه او الارباح الراسماليه الغير مؤثره على انتاج الشركه، طبعا ارض هيليو بارك المملوكه للشركه والمقدره مساحتها ب 1695 فدان تعتبر ضمن الاصول المتداوله كمخزون للاراضي للشركه، وبالتالي الاستفاده منها بوجود كاش في الشركه لتنفيذ المشروعات اللي موجوده دلوقتي، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تشتري اراضي كمان في اماكن تكون هي مطلوبه فيها، هيتم عقد جمعيه عموميه لنظر في التصرف في هذه الارض بالبيع بالامر المباشر من خلال مجلس الاداره. تقييم الشركه يعني ما نقدرش نقول تقييم الارض لغايه دلوقتي قد ايه، ولكن من المبيعات السابقه لبعض الاراضي اللي كان اخرها مثلا ارض لوبلس الجديده نقدر نقول ان الارض دي هيكون قيمتها مش اقل من 20 مليار جنيه. 20 مليار جنيه وعدد اسهم الشركه حوالي مليار وثلث، نقدر نقول ان نصيب السهم من اصل واحد من اصول الشركه هيكون 15 جنيه. يعني ده بيعيد لي تقييم الشركه كلها وتقييم السهم، وبيخلي الشركه توصل ل او تقترب من قيمتها الحقيقيه اذا كانت كقيمه سوقيه على الشاشه او كقيمه على ارض الواقع. وبالتالي هذه الاستثمارات من شانها ان هي بتنمي الشركه، وفي نفس الوقت هترفع السهم بصوره كبيره جدا
زي اسهم كتير كمان تم الاستحواذ على نسب منها، وقدرت ان هي توصل لمستهدفاتها او قيمتها الحقيقيه خلال الفتره الماضيه. برأي حضرتك، ما هو المسار المرتقب للمؤشر السبعيني الذي واصل الارتفاع اليوم؟ المؤشر السبعيني. نعم. المؤشر السبعيني طبعا المؤشر السبعيني متساوي الاوزان او بنسميه مؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه، يمكن متفوق على المؤشر الرئيسي من بدايه العام. يمكن هو من بدايه العام طالع حوالي 34%، المؤشر الرئيسي طالع حوالي 27%. هذا الاداء قدر يتجاوز بيه المؤشر قيمته التاريخيه وصولا الى 3770 نقطه برضه النهارده قبل ان يغلق عند مستوى 3754 نقطه، اللي بنتوقع له استمرار للاداء الايجابي لاستهداف مستويات ال 3800 و 3900 طبعا مرورا بموجات من جني الارباح الجزئي داخل الجلسه بالتناوب بين الاسهم، وده اللي بنشوفه فعلا في تباين بين اداء الاسهم وبعضها. ومع استقرار الرئيس على اداءه الايجابي خلال الفتره القادمه، المستثمر الفرد او مستثمر المؤشر السبعيني بيمتد او بيستمد الثقه من المؤشر التلاتيني بمزيد من التقدم او استهداف المناطق الاعلى خلال الفتره اللي جايه. في كثير من الاسهم الصغيره والمتوسطه اللي موجوده في المؤشر السبعيني بتعلن عن ارباح كبيره جدا، بتعلن عن استحواذات، بتعلن عن بيع نسب منها، بتعلن عن مشروعات جديده، وبالتالي هيستمر الزخم على المؤشر السبعيني خلال الفتره القادمه يمكن كمان اكثر من المؤشر الثلاثين. استاذ ايمن، هنتقل معك لتحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الاماراتيه، وابدا معك من بورصه ابو ظبي التي تراجعت بنهايه تعاملات اليوم. ما تحليلك لاداء المؤشر ومساره المتوقع؟ طبعا احنا النهارده يعني اغلاقات مؤشرات الخليج كلها يمكن كانت باللون الاحمر، يمكن عدا مؤشر سوق دبي اللي اغلق مستقر على تقريبا سعر الفتح، ومؤشر السعوديه برضو. بدانا في المنطقه الخضراء كلا المؤشرين النهارده بالنسبه لسوق الامارات دبي وابو ظبي، ولكن المشكله دلوقتي في سوق دبي والامارات السيوله، السيوله ضعيفه نسبيا على كلا السوقين، ويمكن النهارده ما تجاوزتش 365 370 مليون درهم لسوق دبي، ولم تتجاوز المليار درهم لسوق ابو ظبي، واللي فقد معاه مستوى يمكن يعني ده يكون مؤقت، مستوى ال 4100 نقطه بصوره طفيفه، وقفلنا عند نفس المستوى اللي فتحنا عليه سوق دبي 4099. بالنسبه لسوق ابو ظبي استاذ ايمن، بالنسبه لسوق ابو ظبي فقدنا برضه مستوى الدعم 9750 نقطه يمكن بنقطه واحده، ولكن في ضغوط شويه على القطاع البنكي اللي بيقوم عليه سوق ابو ظبي بقياده بنك ابو ظبي الاول، اللي انخفض برضه النهارده بنسبه يمكن 20 نقطه المئويه. سوق ابو ظبي يمكن بيعتمد بصوره كبيره على القطاع المصرفي، والقطاع المصرفي يمكن متاثر بالسياسه الماليه بتاعه الفدرالي الامريكي اللي بيزود معاه كل مره الفايده، وده بياثر طبعا على الاستثمارات وعلى القطاع المصرفي، وده بيختلف عن سوق دبي شويه. ولكن نقدر نقول ان في الفتره اللي جايه مع بدايه وقف الارتفاعات المتتاليه للفايده في الفدرالي الامريكي يمكن نلاقي في استقرار وتماسك لسوق ابو ظبي، واللي بعدها ان شاء الله يبتدي يرتفع مع تخفيض سعر الفايده يمكن على الربع الاول من العام او الربع الاخير من العام الحالي. نشكر أستاذ أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي على مشاركته معنا اليوم.